دنياك سكاك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك للعلل تمسكك دنياك سكاك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك للعلل تمسكك وتقع في خيّة تملكك تهلكك أهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون ويرفرف العمر الجميل الحنون ويفر ويفرفر في رفة قانون وندور نلف ما بين حقيقة وظنون وبين أساها فهاف وهفت جنون. فاكرين الصوت الجميل ده؟ الصوت اللي كله كده ونس وشجن وحب وود، الصوت اللي تحس انه بيعبر عن المصريين بالبساطة بتاعتهم والجدعانة وقوتهم صبرهم وإخلاصهم ودفع مشاعرهم، الصوت اللي سرحنا مع كلمات أغنية وعشنا أحلى دراما تلفزيونية، الصوت اللي مليان عذوبة وليه شخصية غاب عننا 17 سنة وعاد علشان نستعيد معاه أحلى الذكريات. يسعدني جدا يكون معايا في واحد من الناس، المطرب الجميل حسن فؤاد. سلامات حبيبي. حبيبي اخبارك ايه؟ حبيبي وحشني. الحمد لله على السلامه. وحشتني. اقول لك بس الاول اسمح لي انا اللي ارحب بيك وانا اللي سعيد اني موجود معاك. اعلامي محترم، بحبك، بصدقك. هكذا يكون الاعلام، حينما يكون الاعلام بيفيد الشارع وبيفيد كل حد في الشارع الصغير قبل الكبير، يبقى هو ده الاعلام وهو ده الفن اللي احنا محتاجين نشوفه. الله يخليك يا حسن. والله والله عسى بس يعني. انت بس مجامل بس. لا والله دي حقيقه، ومش انا بس، خلي بال حضرتك ده كل الناس عارفه ده، وخلي بالك الناس بتفرق ما بين الجيد والرديء. الحمد لله. غبت عننا كتير، كنت فين؟ حرمنا من صوتك ليه؟ ربنا يخليك يا رب. بص حضرتك، هو فتره توقف يعني كانت فتره كم سنه؟ حضرتك قلت 17 سنة، بتكبروني بس ليه كده؟ أقل ولا أكثر؟ هو كده يعني، هو كده. إيه الأسباب؟ والله ربنا سبحانه وتعالى اختار لي أن أنا أخش في القرآن الكريم بقى وأحفظ القرآن الكريم، والتوقف هو مش متعمد أو لأنه حرام وحلال والقصة اللي مش، لا لا خالص على الإطلاق، هو القرآن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن أنا أحفظ القرآن وألتحق بمعهد القراءات وأحصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وقعدت إمام مسجد ما يقرب من 10 سنوات حاجة كده يعني. واخبار حياتك، فدي دنيا خدتني وكانت من أجمل فترات حياتي. وعايز أقول لحضرتك أنه لما تقرب من القرآن قوي تعرف أن في دور في الحياة لازم ربنا كاتبه لك. لما ربنا يديك موهبة إزاي تستغل هذه الموهبة فيما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لما تيجي تبص حضرتك كده على مثلا أرابيسك دي بقى لها كم سنة؟ ايه ال أرابيسك 94 94 يعني نتكلم بالظبط في 30 سنة. حضرتك شوف العمل ده وكأنه موجود النهاردة. طبعا اما تبص على علي علي والوتد وكل خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على دراما، ايقونات الدراما التلفزيونية لم يصنعها الا قطاع الانتاج. وانا ليا ذكريات كتيره قوي 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 هحكيها لحضرتك على قطاع الانتاج وجمال قطاع الانتاج واداره قطاع الانتاج اللي كان خاليه من النحل عشان يسيبوا التراث اللي احنا عايشين بيه. احنا عايشين بالتراث مش عايشين بالجديد، معلش مع احترامي لكل ما يقدم، احنا عايشين بالتراث. 17 سنه اختفاء ثم رجوع. ليه؟ والله جاوب انت بقى. بص اقول لحضرتك حاجه، انا لما يقابلني حد في الشارع يقول لي ايه، والله قابلتني سيده فاضله وقالوا ان حد من زمايلك الفنانين توفى فانت دي جزئيه اعتزلت. علاء ولي الدين وعبد الله محمود وجعوني، يمكن عبد الله اكتر لان عبد الله انا اشتغلت معاه كتفا في كتف في الوتد وشفت جمال عبد الله محمود. على فكره عبد الله محمود ده ممثل صعب يتكرر. طبعا طبعا كان حلو. صعب يتكرر، تصدقه على طول وتحس انه اخوك، تحس انه ابنك، تحس انه حد من العيله المصريه. فكان يقابلني حد في الشارع، والله قابلتني سيده قالت لي بص انت مشيت او ما مشيتش، غبت او ما غبتش، انت ليك مقعد في كل بيت عربي. بص حضرتك اتاري الحاجات اللي احنا عملناها في رمضان دي عامله ذكريات، عامله ونس غير عادي. لما تقابلني واحده تقول لي يعني ينفع كده تقعدوا انتوا في البيت وتسيبوا لنا اللي حاصل ده، ينفع كده؟
فكان الكلام ده بيوجع الواحد، واخد بال حضرتك ازاي؟ وحسيت ان في ربنا هذه الموهبه لازم بعد اللي حصل لازم تتحط في الحمد لله. يمكن انا عملت اعمال كلها بالنسبه لي وسام على صدري، لان اتعملت مع مين؟ يعني سيد حجاب، عمار الشريعي، الابنودي، لا 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 لا. خليني حسن ابدا معاك الاول، انت منين اساسا؟ انا من سوهاج، بلد المواويل. ايه الذكريات اللي انت عشتها في ابو قتاده وانت اظن؟ الله يا حبيبي عليك، بص الله على جمالك، انت جبتني الحته لما اذكرها لازم ادمع، لان ابو قتاده دي كانت ابو قتاده دي اولا هي تعتبر في، كنت اقف فوق البيت عندي اشوف جامعه القاهره. ابو قتاده دي من اجمل المناطق اللي ممكن تشوفها. يعني يكفي ان اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا منطقه اسمها ارض النعناع. ارض النعناع دي كنت تمشي في كل حته تشم ريحه النعناع في كل حته. ابو قتاده دي يعني الجدعنه، يعني الادب، الاخلاق، الرجوله، كنت تمشي في الشوارع يا استاذ عمرو تسمع ام كلثوم في كل حته. من 5 لـ10 عند النجار تسمع ام كلثوم، عند العجلات تسمع ام كلثوم، في عياده الدكتور تسمع ام كلثوم، في البلكونات تسمع ام كلثوم. شوف الثقافه اللي كنا احنا عايشين فيها. في المنطقه دي اتعلمت الفن، حبيت الفن، شفت الرجوله يعني ايه، شفت اولاد البلد يعني ايه. لما بروحها دلوقتي بيني وبينك بحزن، اتغيرت خالص والدنيا بقت مختلفه وشكلها ما بقاش الشكل الحلو اللي انا عشته وشفته وتربيت فيه. فابو قتاده دي حته في قلبي. حفظت القران كمان وانت صغير؟ لا، حفظته بعد ما كبرت. بعد ما كبرت؟ بعد ما كبرت في مرحله التوقف، وربنا انعم عليا ان انا خدت، يمكن القران خد مني ما يقرب من 3 سنوات. انت حفظته كله؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. انا عندي مشكله بس دلوقتي والله، المراجعه بقت قليله قوي. صعب. ادعي لي بس. ده لازم تراجع عشان هي بس المراجعه. المراجعه دي اكثر والقل، ولكن فضل من عند ربنا. وخلي بال حضرتك القران ما بيتحفظش، القران بيحفظ. علامه مهمه قوي في حياه حسن فؤاد، ما نقدرش نتكلم مع حسن فؤاد الا لما نقول له ماذا يمثل لك عمار الشريعي في حياتك الإنسانية والفنية؟ عمار الشريعي ده الوجع الكبير بقى، لأنه الدنيا بقت وحشة من غيره قوي. مش أنا بس اللي حاسس بكده على فكرة، كل حد بيتفرج على دراما حاسس الإحساس ده. والله أنا بديني تعالى يقول وحشنا، وحشتنا مزكت، وإحنا مفتقدينه خالص. عمار الشريعي ده يا جماعة كان حالة لن ولم تتكرر، لأن عمار الشريعي لم يكن موسيقي. وأنا دايما بقول اللي ما اشتغلش مع عمار الشريعي معرفش مزكاتية. يكفيني أن أقول لحضرتك حاجة، وإحنا بنعمل، أنا أول حاجة قدمني فيها الأستاذ عمار كان الأوبريت الشهير، أوبريت اخترناك. اخترناك أول حاجة الناس شافتني فيها، كان قبل أربسكا. كان اخترناك. وعايز اقول لحضرتك حاجه بقى، ده كان 1992. كان 92. كان انتقطاع الانتاج، ابن البلد، وكان ابن البلد، كان العامل احمد ماهر، كان بطولة عبد السلام امين، واخراج سمير سيف. وعايز اقول لحضرتك احنا واقعه تذكر اللي عايز اقول، احتفالات اكتوبر 6 اكتوبر. الايقونات، ايقونه الدراما اللي مش هيجي زيه تاني ابدا. مش عشان انا قاعد معاك والله ابدا، الاستاذ ممدوح الليسي هقول لك واقعه غريبه جدا. انا ما كنتش معروف خالص، واول حاجه هقدمها اوبريت اخترناك، ولكن الاستاذ ممدوح طبعا انت عارفه، كنت اروح الساعه 3 الفجر في البروفات الاقيه موجود، 9 الصبح تلاقيه موجود، تروح في اي وقت موجود. فلقيته بياخدني من ايدي كده، هو كان سمع بقى صوتي مع الاستاذ عمار الشريعي. وبعد ما سجلنا، عمار هو اللي قدمك؟ عمار اللي قدمني. في الاوبريت ده، فالاستاذ ممدوح سمع الصوت فعجبه، فبقيت في البروفات، وانا في البروفات يروح واخدني من ايدي ويوديني لوزير الاعلام يقول له ده حسن اللي احنا مقدمينه، الموهبه الجديده اللي احنا مقدمينها. شوف اهتمامه. دي كانت البدايه، دي اول حاجه. بعدين بقى حصلت النقله الثانيه ازاي؟ بس اول حاجه بقى عشان بس الحق يقال ويرجع لاصحابه، اول حد سمعني في هذه الدنيا وقدمني كان الشاعر الكبير مأمون الشناوي. عشان كده انت مسمي ابنك مأمون اظن؟ طبعا طبعا. فاكر حاجه زي كده يعني؟ فمأمون الشناوي ربنا يرحمه برحمته اول حد سمعني. فلما سمعني راح مقدمني للاستاذ الكبير مجدي العمروسي صوت الفن. يا سلام. فتبناني الاستاذ مجدي العمروسي وراح مقدمني اول حد. على فكره كان هيلا حالي اول واحد، ورحت وقابلته، كان قاعد في ميدان سفينكس، حضرتك هتعرف على طول، بليغ حمدي. انا قابلت بليغ حمدي وقعدت معاه
وانا رايح له كنت بقول في نفسي ايه، ورده بتحب بليغ حمدي ده؟ يعني بليغ حمدي انت طبعا ورده، بس ورده عبد الحليم وست ام كلثوم يعني، لا وانا بتكلم على ورده كست طبعًا. يعني المهم بليغ حمدي ده كائن ما يتكررش. انا كان طبعًا. اول حد هيلحن لي وقال لي اول حفله بالحرف كده، اول حفله قادمه ابو علي هقدمك فيها، بس للاسف تعب ومرض ودخل المستشفى وسير ربنا سبحانه وتعالى اختاره عنده. بعد كده قابلت كمال الطويل وكان هو برضو احد الناس اللي هيلحنوا لي، ولكن اختلف مع الاستاذ مأمون الشناوي في الكلام، فرست المساله على عمار الشريعي، وانا اللي اخترت الاستاذ عمار الشريعي. قلت له استاذ مجدي بقى عشان ما تحرش راح نفسك، انا حابب ابقى مع الاستاذ عمار الشريعي. قابلت الاستاذ عمار الشريعي وبدات عملنا اخترناك وراح مرشحني لارابيسك. تتر ارابيسك ده، تتر ارابيسك يعني انت بداته يمكن في مقدمه الحلقه، بس الحقيقه التتر دوت علامه في تاريخ التترات التلفزيونيه، يعني الناس كمزيكا رائع وكغنى رائع. ايه سر نجاح التتر ده لغايه النهارده رغم مرور اكتر من 30 سنه عليه؟ بص حضرتك، هو كان في تحدي كبير قوي للتتر ده، لانه كان اسامه انا عكاشي رافض ان انا اغني، رافض بات، لانه المسلسل ضخم وفي رمضان على قناه تانية معروض العائله، وعلى قناه تانية معروض هلاوي الدراويش وارابيسك، والمسلسل فيه مجموعه بقى، ما اقولش لحضرتك بقى على الكاست قد ايه. فاسامه نوركاش قال له عمار يعني هتجيب لي صوت جديد يغني التتر ده؟ عمار مع، فالاستاذ عمار بطريقته الجميله قال له بص يا اسامه، احنا هنحط الولد قدام الميكروفون يغني ونسمعه كلنا، وشهاده تتقال لصلاح سعدان رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. اول ما عمار قال له انا جايب صوت جديد، قال له مش ولد مصري؟ قال له اسمراني كده ومصراوي كده جميل. قال له انا موافق من غير ما اشوفه على طول. فالاستاذ عمار قال له هنحط الولد قدام الميكروفون يا اسامه ويغني، والله عجبنا يبقى المسلسل بتاعه، ما عجبناش خلاص بقى هنجيب علي الحجار، نجيب محمد الحلمي، نجيب مدحت صالح. في الفتره دي ما كانش حد يجرؤ ابدا يغني تترات، طبعا حضرتك عارف ومعاصر، غير علي الحجار ومحمد الحلمي. لا يمكن اي مسلسل كبير يقع على حجرهم هم بس. فغنيت وسمع الاستاذ اسامه نعكاش قال له لا خلاص ده حسن يغني، وبدات المساله هنا. فانا عايز اقول لحضرتك هي مصداقيه وتحدي كبير قوي وتوفيق من عند ربنا قبل كل شيء. والناس خلي بال حضرتك كانت تحس انها كانت متشوقه انها تسمع حد جديد، لان الناس كانت محافظه. لا الحقيقه التتر كان جميل وعمل رد فعل كبير. لكن بمناسبه الاستاذ صلاح السعدني، يعني طبعا انا معلوماتي ان المسلسل ده ما كانش هيقوم بيه الاول الاستاذ صلاح السعدني، كان هيقوم بطولته الفنان عادل امام، وده حقيقه. وحصل خلاف بينه وبين الاستاذ اسامه انور عكاشه، وده حقيقه، وقال المسلسل بعد يعني مشوار الى الاستاذ صلاح السعدني. طبعا ذكرياتك ايه بقى مع الاستاذ صلاح السعدني الله يرحمه؟ بص صلاح السعدني ده لما تتكلم عنه يبقى احنا بنتكلم عن شخصيه قلما الزمان يجد بيها. صلاح السعدني كان من الممثلين القلائل جدا جدا اللي لما يبص في الدور بتاعه كده المشهد يحفظه من اول وهله، وده شيء عجيب. ما يغلطش ابدا يا فندم، ما يغلطش ابدا في المشهد اللي بيعمله قدام اي ممثل، ودي كانت عبقريه صلاح سعدني. وكم كانت سعادتي بانه فرحان بان انا غنيت التتر، وانه شايف انه ان انا عملت حاجه حلوه قوي، واضاف انت يا ابني اضافه لينا يا حبيبي. كان صلاح سعدني كده رحمه الله عليه.